بديت سنة 2000 اشتغلت في علبل مع رجال هنا من أهل الصمان من الديرة هذا الرفيع اسمه بحواس شاعر معروف عديت معه 3 سنين كان يعني احنا في السودان كان عندنا إبل لكن احنا ذاته ما عندنا إبل اشتغلت أول إبل في الصمان هنا أول ما بديت هنا في الصمان قصة مبروك هذا أنا شريته ولقي من صياح الملعبي وشفت البعير شخصيته قوية وأمه طيبة قال لي أمه فردية كانت عند مقاط وأبوه النادر ولد المتحدي بعير قعيد الشلاح قبل ما يصل جذع يعني قبل ما يصل جذع ب4 شهور 5 شهور جاء عليه سوم 350 من شباب البقم أول السوم ما تغير لكن لين جات منه بكرة وقعود بعنا البكرة اللي مقعدة الحامر ب100 وبعنا قعود لسعودي بن حجيل مطيري من أهل الديرة هنا ب80 تاني جاهو سواء آخر سوم على القعود سايم ومطر الشيباني في الطوق ب1,000,000 ما عندي نية بيع أبيه سبيل للمسلمين وأنا ربنا يرزقني منه إن شاء الله والناس تترزق منه إن شاء الله السبب في فتح السنوات هو الأجر من الله عز وجل وأنا أستفيد والناس تستفيد الحمد لله عدد السنوات كثير ما نقدر نحصي الناس كثيرة يعني الناس ما واقفة على طول يعني ده الموجودين بيجوا يغيرون على طول يعني إحنا البعير ذا لنا 4 سنة يعني ما حصل إلا لما نوقف مرة من الضراب حتى نوقف يعني ليه رمضان العام كنا نضرب فيه وحتى في بعض الناس ما ضربوا البعير فدر وشالوا بيلو ونحن جبنا أكبر مبلغ بيع على إنتاج مبروك 400 بكرة باع رجال ب400 ومن بعد بكرة ب300 باع رشيدي ومباع بكرة 150 ومباع واجد يعني في شيء احنا ما عارفين انه مباع واجد انا بعت على البعير يعني ابكار على 100 على 70 على 80 على 60 على اكثر ما بعت بكرة ب110 لكن الناس اللي برا باعوا طيب البكرة ال 400 باع واحد دوسري وبكرة 150 باع دوسري وفي الرشيد باع بكرة ب300 لشالح بن شاهر الشيباني رشيد وباع قعدان وفي ناس كثيرة باعوا فالح الحبل هنا مطيري باع له بكرتين وباع وعنده أسع قعود وصل 85 وما باع هذه من إنتاج بعير الرشيد الله يبارك له عليها أسوام 250 و200 و180 و150 عسى الله يبارك له ان شاء الله والمبروك وكنت مديون مطالب فلوس يعني لو ما ربنا جاب لي البعير هذا ما كنت احل ديوني يعني الحمد لله بيع منه بكار وبيع الحمد لله والناس تترزق الله فيه ان شاء الله وهو مبروك انا سميته مبروك بالنسبة للمشاركة في المزاين إن شاء الله نشارك بالفحل وإنتاجه والله واحد بنات إن شاء الله كل البيعات القوية هذه والبدو والسفاد وكله من المهرجان لو ما المهرجان ما كان في بيع قوي زي ده ما كان حتى أنا لكن الحمد لله المزاين هذه والجوائز والناس كلها تتنافس وحركة السوق والبيعات كلها سبب المزاين حق الملعب نادي البل مهما قلنا فيه ما نعطيه حقه مرة وخاصة الشيخ فهد بن حتلين الله يجزيه والله خير ما قصر في المزاين وطور المزاين وما شاء الله تبارك الله عليه ونشكر كل الكوادر العاملة وكل الله يجزيكم خير وانتم جزاكم الله خير.